مخلي المدرسة بحجة انك ما تداني الدراسة. باكر عيال عمك بدشون الجامعة وانت بتم بطالي. إن الانتباه لمهارات أبنائكم اليدوية والفكرية يساعدهم على اختيار مستقبلهم المهني. مركز التعليم والتأهيل المهني يتيح لأبنائكم شكلا مختلفا من التعليم في مجالات تخصصية متعددة تضمن لأبنائكم مستقبلا واعدا في بناء الوطن. مركز التعليم والتأهيل المهني، التعليم بمفهوم جديد للشباب الإماراتي.